السلام عليكم ورحمة الله. كلنا نعرف إن اليهود قوم بهت، يعلمون الحق ثم ينكرونه، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في كتبهم ووصف وصفا دقيقا، إلا أنهم تركوا كل ذلك وتمسكوا بأمر غاية في العجب. ذات يوم أتى جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب، وقد عهد الله إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان فتنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. لا شك أن هؤلاء اليهود قوم متعنتون غاية التعنت، متشددون، متزمتون، أرادوا أن يظهروا أمام الناس أنهم قوم محافظون على عهودهم التي نزلت عليهم في كتبهم، وأنهم ما تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا له، فظنوا أنهم معذورون بذلك، وأنه ليس عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من الإفك المبين، لأنهم تركوا جميع الآيات والدلائل والبراهين الموجودة في كتبهم والدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بأمر واحد، فقالوا إن الله تعالى قد أوصانا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله، فتنزل نار من السماء فتأكل القربان، وتلك هي الآية التي ينتظرونها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لهم أيها الرسول الكريم: أنتم كاذبون في قولكم، لأنه قد جاء آباءكم رسل من قبلي بالمعجزات وبما قلتم فكذبتموهم، ولم تكتفوا بالتكذيب ولكنكم قتلتموهم. ورغم أن قتل الأنبياء حدث في عهد الآباء، إلا أن رضا الأبناء عن فعل الآباء جعل منهم سواء، فالرضا عن القتل قتل، فلم قتل آباؤكم هؤلاء الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم؟ ولنا هنا وقفة، لماذا لم يجبهم الله تعالى فيما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر هين على الله سبحانه وتعالى؟ وذلك ببساطة لتعنتهم الشديد، وكذبهم، وحصرهم للآيات والبراهين المذكورة في كتبهم في أمر واحد. أخي الكريم، التعنت الشديد في أمور الدين يؤدي إلى الكفر. لماذا يتعنت بعض طوائف المسلمين غاية التعنت في أمور الدين؟ فلندعي التعنت، ونتمسك جميعا بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فعلنا ذلك لا شك أننا سوف نقاد إلى نقطة واحدة وهي الجنة. نسأل الله العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. جزاكم الله خيرا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات
الآيات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟